يتوج ما يقول الناشطون الإيرانيون إنه انفجار وحريق شهدهما مجمع زرند للصلب في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، ما يبدو وكأنه أسبوع حافل بالحرائق المتنقلة الغامضة في أنحاء البلاد. فالخميس تداول الناشطون مقاطع فيديو لحريق بمنشأة وأنابيب نفط في منطقة برومي بالأهواز المحاذية للحدود العراقية، والأربعاء التهمت حمم اللهب أجزاء واسعة من مصفات طهران، فيما كانت ألسنة النيران تغرق في اليوم نفسه أكبر السفن الحربية الإيرانية لجهة الحمولة خارك للدعم اللوجستي التابع للسلاح البحرية في بحر عمان. وتثير الحادثتان الأخيرتان في طهران وبحر عمان الاهتمام الأكبر سياسياً وإعلامياً، لما للمصفات والسفينة من أهمية استراتيجية وتأثير على الاقتصاد الإيراني الذي يوصف بأنه يواجه أقصى الظروف منذ ثورة عام 79 من القرن الماضي. ولا يقنع تبرير الخلل الفني الذي قدمته السلطات الإيرانية كسبب للحريقين المذكورين الكثير من الإيرانيين المقيمين في الخارج، إذ يرجح الكاتب الإيراني المقيم في لندن علي نوري زادة لصوت أمريكا أن يكون الحادثان ناجمين عن هجوم، مشيرا إلى أن الحريق بمصفات طهران كان غاية في الدقة وتسبب بتدمير معظم أجزائها، وحمل السلطات المسؤولية بسبب تعيينها موظفين لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة للإشراف على المنشآت النفطية والبنى التحتية الحيويتين. ويتعقب الدبلوماسي الإيراني السابق مهرداد خنساري للموقع نفسه أثر الحادثتين إلى إسرائيل، خصم إيران الإقليمي اللدود، فيرجح وقوفها خلفهما من دون أن يستبعد غرماء إيران في الخليج مثل السعودية. فهناك دول عدة وفقاً لخنساري تتلاقى عند هدف إرسال رسائل تحذير لإيران بسبب سلوكها العدواني في المنطقة، ونقل عن قبطان سابق لسفينة خارك تأكيده بأنها لم تكن لتغرق لولا اصطدامها بلغم أو صاروخ بحريين، وما تمسك النظام برواية الخلل الفني سوى لتجنب الإحراج الناجم عن عدم قدرته على حماية مرافقه الاستراتيجية بحسب خنساري.